على غير العادة. يجاهر نظام أسد بأزماته الداخلية في مناطق سيطرة الميليشيات الطائفية بعد تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية هناك وافتقاد مؤسساته للخدمات والسلع الأساسية. أكيد لهم كل التحية. النظام وبشكل ممنهج عبر وسائل إعلامه يعمل على تحميل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأزمات التي تعصف في مؤسساته. دخل أنا بهؤلاء الرجال. نضال قرموشي معاون وزير الكهرباء في حكومة النظام يحمل ما أسماها العقوبات الجائرة على سوريا أزمة الطاقة والكهرباء وارتفاع معدل ساعات التقنين في مناطق سيطرة الميليشيات. صعب الشاب منه. لكن معاون الوزير لم يشر إلى عمليات الفساد المستشرية في مفاصل نظامه وتحكم أمراء الحرب وقادة الميليشيات الطائفية بعصب الاقتصاد وتسببهم بتدمير البنى الأساسية للمشاريع الخدمية. إضافة لتعفيشهم لمؤسسات الدولة ومن بينها خطوط الكهرباء وبيعها كمواد خام. حديث النظام عن الأزمة الغذائية في البلاد ووقوع أكثر من 90% تحت خط الفقر كما نشرت صحيفة تشرين الموالية منذ أيام وإقدامه على كشف سوء الأوضاع الاقتصادية محاولة لتبرير فشل مؤسساته في تأمين السلع والخدمات الأساسية للمدنيين الذين يقفون لساعات في طوابير للحصول على جرة غاز أو ربطة خبز.